هذا وقد اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الامريكي دونالد ترامب على تفعيل اليات الحوار الاستراتيجي فيما بين البلدين. وخلال مباحثاتهما معا امس في البيت الابيض، اكد الرئيس وقوف مصر الى جانب الولايات المتحده في جهود القضاء على خطر الارهاب، واعرب عن تطلعه للعمل مع الرئيس الامريكي للتوصل الى حل عادل للقضيه الفلسطينيه. هذا وقد اشاد ترامب بجهود السيسي في التصدي للارهاب، واكد التزام بلاده بدعم مصر في مواجهة مختلف التحديات. تقف مصر والولايات المتحدة على أعتاب مرحلة جديدة تؤسس العلاقات المتينة على المستويات كافة. ومنذ اللحظة الأولى لوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البيت الأبيض، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعادة بالغة خلال مراسم الاستقبال، فضلا عن المصافحة الحارة التي عبرت عن تقدير كل منهما للآخر. وفي المكتب البيضاوي أكد ترامب أنه سيقف خلف السيسي بقوة في مسعيه لمكافحة الإرهاب. الرئيس السيسي شخصية قريبة جدا مني. منذ أول لقاء بيننا تقابلنا أثناء الحملة الانتخابية، وفي ذلك الوقت كنا اثنين مرشحين، تقابل كل منا معك، وأعتقد أنني كنت مفضلا لديك أكثر من المرشح الآخر. كان من المخطط أن يكون ذلك اللقاء قصيرا، لكننا جلسنا سويا لفترة طويلة من الوقت وكنا متفقين على أشياء عديدة. إذا كان لديهم أي شك أننا نقف خلف الرئيس السيسي، فقد قام بعمل رائع في موقف شديد الصعوبة. نحن نقف خلف مصر والمصريين بكل قوة، وأن الولايات المتحدة تدعمكم بكل قوة. كما أبدى السيسي من جهته دعمه لاستراتيجية ترامب في مواجهة خطر الإرهاب، وثقته في التوصل لحل دائم للقضية الفلسطينية. التقيت بك في سبتمبر الماضي وأنا قدر خلف عليك، وإعجابي الشديد بشخصية الرئيس المتفردة، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. وعقب اجتماع المكتب البيضاوي عقدت جلسة المباحثات الموسعة بين الرئيسين ترامب والسيسي، وحضرها جميع أعضاء الإدارة الأمريكية ووزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية. وعززت نتائجها ما أعلنه الرئيسان فيما يتعلق بتطوير مستدام للعلاقات بين البلدين بعد سنوات سادت فيها أجواء ضبابية ورؤية مخالفة لحقيقة الأوضاع في مصر. جاءت قمة ترامب والسيسي لتزيل آثارها السلبية وتدشن عصرا جديدا يسود فيه روح التعاون على أساس المصالح المشتركة وتوحيد الرؤى لحل الأزمات في منطقة الشرق الأوسط.